أهلا بكم بقناة محمد تيوب ليحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع معكم أحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. نعرض لكم بهذا الفيديو تردد قناة رائعة ومميزة تعرض المسلسلات التركية الرائعة والجميلة. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد على القمر الصناعي النيرسات نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي أو عمودي أو حرف الفي ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا. نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق. نوع القناة نجعلها مجانية ونبدأ عملية البحث. ظهرت 29 قناة على هذا التردد. نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم تردد قناة NRT4 القناة الرائعة والمميزة التي تعرض المسلسلات التركية الجميلة. شاهدوا على تردد 11638 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي وعمودي وحرف الفي. شكرا على المشاهدة والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.